انتم شوفوا الاخوان درديز ما بين 100 و 110، شوفوا الفولا كيفاش كدير كترجف، شفتوا غير تفوت 120 140، السياره كتولي شي شويه ستابل، كيبقاش داك الدرديك. شوف غير نقص تحت 100 ما كيبقاش تزعزع في الفول، ما كتبقاش تدردك. وانتم الاخوان دابا غادي نوري لكم المشكل فين غادي يكون عندكم. فانتوما حنا المشكل راه لقينا المشكل فين كاين. المشكل كاين في هذه الرويضه، هذه الميزان ديالها ماشي نورمال، كان فيها واحد هنا ها هو طري، يالله اتحيد، كان فيها واحد هنايا يالله اتحيد. هانتوما غادي نمشيو عاوتاني عاود الرويضه الاخرى. هاد الرويضه هادي مزيانه ما فيهاش المشكل. ها حنا غادي ندوزو الرويضه الاخرى عاوتاني عاود. هانتوما غادي نجيو لهاد الرويضه، ها هو الميزان اللي كنهضروا عليه، كنهضروا على هاد الجرامات هادو، هاد الجرامات هادو هما اللي كنعوضوا بهم داك النقص ديال الميزان اللي كيكون في الجنطه. هادو ها هما، هكذا نقربهم لكم، هادو هما اللي كنعوضوا بهم الميزان ديال الجنطه. ندوزو للرويضه الاخرى او الثانيه. هاد الرويضه هادي هي مزيانه، هاد الرويضه هادي مزيانه ما فيها حتى شي حاجه. انا باش عرفت الاخوان باللي المشكل كاين، باش عرفت المشكل كاين في هاد الرويضه حيت راه يعني البلان باين، حيت هذاك الاهتزاز، داك الاهتزاز ما جايش هكذا، حيت كاين الفيرتيكال وكاين الهوريزونتال، ما جايش هكذا. هاد الميزان، هاد المشكل جاي هكذا، كيضرب من الجهه ديال لي من اللور للجهه ديال اليسر للقدام، كيضرب هكذا. انما ملي كيضرب هكذا كتخدم عقلك، يا اما غيكون المشكل في الرويضه ديال اللور على اليمين، يا اما غيكون في الرويضه ديال القدام جهه الشيفور. ويلا ضرب عاود الثانيه هكذا كتعرف يا اما جاي من الجهه ديال اليسر اللور ديال الشيفور، يا اما الجهه ديال اليمين ديال القدام نتاع الباسنجر. ويلا جا، الا جا هكذا كتعرف بانه عندك الديريكسيون او السيستيم ديال الفران، السيستيم ديال الفران هو اللي كيولي يعني كيرجف، السيستيم ديال الفران هو اللي كيولي كيرجف، يا اما الديسك اوج والى اخره. وصلنا لنهاية الفيديو، بارطاجيو المعلومة مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.
وانتم الاخوان دابا غادي نوري لكم المشكل فين غادي يكون عندكم. هانتوما حنا المشكل راه لقيناه، لقينا المشكل فين كاين. المشكل كاين في هذه الرويضه، هذه الرويضه هذه الميزان ديالها ماشي نورمال، كان فيها واحد هنا ها هو طري، يلاه اتحيد. كان فيها واحد هنايا يلاه اتحيد. هانتوما غادي نمشيو عاوتاني عاود الرويضه الاخرى. هاد الرويضه هادي مزيانه، هاد الرويضه هادي مزيانه ما فيهاش المشكل. ها حنا غادي ندوزو الرويضه الاخرى عاوتاني عاود. ها انتما غادي نجيو لهاد الرويضه، ها هو الميزان اللي كنهضروا عليه، كنهضروا على هاد الجرامات هادو. هاد الجرامات هادو هما اللي كنعوضوا بهم داك النقص ديال الميزان اللي كيكون في الجنطه. هادو ها هما، هكذا نقربهم لكم، هادو هما اللي كنعوضوا بهم الميزان ديال الجنطه. ندوزو للرويضه الاخرى والثانيه. هاد الرويضه هادي هي مزيانه، هاد الرويضه هادي مزيانه ما فيها حتى شي حاجه. انا باش عرفت الاخوان باللي، انا باش عرفت الاخوان باللي المشكل كاين، باش عرفت باللي المشكل كاين في هاد الرويضه، باش عرفت المشكل كاين في هاد الرويضه، حيت راه يعني البلان باين، حيت هذاك الاهتزاز، داك الاهتزاز ما جايش هكذا، ما جايش هكذا، حيت كاين الفيرتيكال وكاين الهوريزونتال، ما جايش هكذا. هاد الميزان، هاد المشكل جاي هكذا، كيضرب من الجهه ديال لي من اللور للجهه ديال اليسر للقدام، كيضرب هكذا. انما ملي كيضرب هكذا كتخدم عقلك، يا اما غيكون المشكل في الرويضه ديال اللور على اليمين، يا اما غيكون في الرويضه ديال القدام جهه الشيفور. ويلا ضرب عاود ثانيه هكذا كتعرف يا اما جاي من الجهه ديال اليسر اللور ديال الشيفور، يا اما الجهه ديال اليمين ديال القدام نتاع الباسنجر. ويلا جا، الى جا هكذا، الى جا هكذا كتعرف بانه عندك الديريكسيون او السيستيم ديال الفران، السيستيم نتاع الفران، السيستيم ديال الفران هو اللي كيولي، هو اللي كيولي يعني كيرجف، السيستيم ديال الفران هو اللي كيولي كيرجف، يا اما الديسك اوج والى اخره. وصلنا لهذا الفيديو، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.